خطوات الدفع ببطاقة الوطن الائتمانية من خلال خدمة الوطن عبر الإنترنت. ادفع مستحقات بطاقة الوطن الائتمانية بكل سهولة من خلال اتباع الخطوات التالية. ما عليك سوى الدخول إلى موقع خدمة الوطن عبر الإنترنت. اختر رقم بطاقة الائتمان واضغط على ادفع الآن، ثم ادخل المبلغ الذي ترغب في دفعه واضغط على ادفع. إذا أردت إلغاء عملية الدفع اضغط على إلغاء. بعد إكمال العملية بنجاح ستتلقى رسالة تأكيد تحتوي على رقم المعاملة التي أجريتها. هذه العملية ستسهل حياتك. شكراً لاختيارك بنك الكويت الوطني.